سيدة أم محمد تتفضل. ازيك يا عليكم السلام كده، تتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مع حلقة امبارح اتكلمت حضرتك عن الطلاق وكده. وإن في أولاد بتتفكك. صح. في جواز الإنتاج إن جبنا العيال وبعد ما جبنا العيال اتطلقنا. تمام، أنا معايا يعني زوج لما ليا 30 سنة متجوزة. طيب. وهو يعني ايه سلوكه مش حلو وسمته مش حلو. طيب فانا مستحمله يعني عشان بس العيال. ايه اللي في سلوكه مش حلو يا ام محمد؟ يعني هو يعني ماشي شمال. ايه؟ ماشي شمال يعني. ماشي شمال خلاص. طيب وبعدين؟ يسب الدين على طول. خلاص بقى، ما احنا قلنا خلاص بقى، خلاص ده في جزء سمح. ده جزء من الشمال، ده جزء شمال الشمال كمان. سب الدين ده شمال الشمال. وأعوذ بالله يسب الذات الأهلية ما خلاص بقى يا حاج محمد، ما احنا قلنا إن الكلام ده كله شمال الشمال والعياذ بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب. فطلع من أنا معايا طبعا أربع أولاد وبنت، تمام؟ طيب. فطلع من فيهم واد مدمن. طيب وبعدين؟ وبعدين؟ وديته مصحة وهو رافض إن أنا أوديه مصحة. أبوه اللي رافض؟ أبوه. طيب ليه؟ أبوه عقده. كويس وبعدين؟ دلوقتي يعني الواد اللي في مصحة ده هو ياخد ذنبه؟ طيب ده سؤالك. أيوه. ده سؤالك يا أم محمد؟ سؤالي. سؤال ثاني، إن أنا دلوقتي قاعدة معاه، أنا يعني مش طايقة العيشة معاه، بس أنا قاعدة عشان الأولاد. طب فين سؤالك؟ أنت عايزة تقولي إن أنا قعدتي معاه دي حلال ولا حرام؟ ايوه يعني قعدتي معاه. خلاص يبقى عندنا سؤالين دلوقتي يا ام محمد. سؤال ماشي، معايا سؤال ثالث معلش. اتفضلي يا ام محمد، اتفضلي. معايا والدة الله يرحمها، تمام؟ سامعك والله، سامعك. والدتك الله يرحمها، ربنا يجعلها في فسح الجنات. نعم. ماتت يوم 23 رمضان، كانت يعني في تعب عندها وماتت بالتعب دي، فهل هي شهيدي؟ طيب يبقى ده ثالث سؤال. في سؤال ثاني يا ام محمد؟ اي في سؤال، هل عليها الايام دي يعني ايه نقدرولي نسمع عنها؟ طيب هو الدكتور لما كانت مريضه كانت مرض ده الدكتور خلاص يعني انت دلوقتي خلاص. انا اجاوبك على ثلاث اسئله، اربع اسئله. شكرا يا ام محمد. السؤال الاولاني بتقولي هو هيحاسب على 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 ان ابنه في المصحه، هو هيتحاسب على تقصيره في تربيه الاولاد، وده اعظم اسم ممكن يتحاسب عليه، فهو يحاسب على ده. يحاسب على ده. يحاسب على ايه؟ على تقصيره في تربيه الولد، وعلى ان هو ادى الى ان الولد دوت يتحول الى انسان كاره للابوه، فبيحاول يهرب من الحياه بالادمان. اما مساله ان انت بقائك في الحياه الزوجيه عشان تحافظي على كيان الاسره وتعملي كده، لا، ده انت ليكي ثوابين. ثواب يجي لك في انك انت متجوزه وعايشه في جوازك، والثواب الثاني ان انت بتحافظي على اولادك من الشتات. فانت ليك يا ثوابين ان شاء الله، وحياتك حلال وما فيهاش وليست حراما، وما تمزقيش الاسره دي. الحاجه الثالثه، انت سالتي على والدتك اللي توفيت وهي عليها رمضان، هل رمضان هنطلع بقى نطعم عن كل يوم هي افطرته؟ انت قلتي 29 او 25 هتنطعم عن كل الايام اللي هي فطرتها مسكين، واحنا كنا حددنا الايام دي ب 30 جنيه اطعام المسكين عن كل يوم. وبعد كده قلتي هل ماتت هي مبطونه، ماتت بداء البطن او كده، فهل هي شهيده؟ نعم، تسمى شهيده الثواب، لان هذا من هذا صنف ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بان هي يكون دوت شهيد الثواب، يعني ان شاء الله يكون لها الثواب العظيم الجزيل الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لكل من مر بمحنته.